بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي من متابعة منصة الأسكولة التعليمية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. النهاردة هناخد فرع الهندسة الفراغية، وهناخد من الوحدة الثانية الدرس الثاني اللي عنوانه معادلة المستوى في الفراغ. عشان نحدد معادلة مستوى في الفراغ لازم يكون عندي ثلاث عناصر مهمين. العنصر الأول، لازم المستوى يمر بنقطة معلومة ولتكن نقطة ألف اللي إحداثياتها هتبقى سين واحد وصاد واحد وعين واحد، بنتكلم على التلات احداثيات اللي هما في الفراغ. العنصر الثاني، لازم يكون عندي متجه نون عمودي على المستوى. المتجه نون احداثياته بتبقى الف وب وجيم. الحاجة الثالثة، بتبقى فيه اصلا نقطة لها متجه موضع على المستوى. النقطة احداثياتها بتبقى سين وصاد وعين، النقطة اللي بتبقى على المستوى اللي لها متجه موضع بالنسبة لنقطة الاصل. طيب، في عندنا مجموعة من الصور المختلفة لمعادلة المستوى في الفراغ. الصورة الأولانية هي الصورة المتجهة أو المعادلة المتجهة للمستوى في الفراغ، اللي عبارة عن المتجه نون ضرب قياسي في المتجه ر بيساوي المتجه نون ضرب قياسي في المتجه ألف اللي احنا قلنا عليه، اللي هو بيبقى المستوى بيمر بهذه النقطة. المعادلة الثانية هي المعادلة القياسية. المعادلة القياسية بتبقى عبارة عن ألف اللي هي احداث المتجه مضروب في س ناقص س واحد زائد ب مضروب في ص ناقص ص واحد زائد ج برضو مضروب في عين ناقص عين واحد بالنسبه للاحداثي العيني. المعادله الثالثه هي المعادله العامه، لو طلبها بقول له دي عباره عن ا س زائد ب ص زائد ج عين زائد د، وده اللي بتتفك بنفتح قوس بيبقى سالب بره بيبقى فيه جوه القوس ألف سين واحد زائد ب صاد واحد زائد ج عين واحد. طيب، الصورة الأخيرة هي معادلة المستوى بدلالة الأجزاء المحصورة أو المقطوعة من محاور الإحداثيات، اللي هما الجزء المقطوع من محور السينات، الجزء المقطوع من محور الصادات، الجزء المقطوع من محور العينات. بتبقى عبارة عن سين على سين واحد زائد صاد على صاد واحد زائد عين على عين واحد بتساوي كام؟ بتساوي واحد. الفقرة اللي بعد كده هي فقرة الزاوية بين مستويين. الزاوية بين مستويين بنحددها بالعلاقة جتا سيتا، اللي هي الزاوية سيتا اللي هي الحد بين المستويين بتساوي شرطة كسر فوق حاصل الضرب القياسي لمقياس متجه نون واحد بتاع المستوى الأول، ضرب قياسي في المتجه نون اتنين من المستوى الثاني، على معيار نون واحد المتجه نون واحد في معيار المتجه نون اتنين. واحنا قلنا العلاقة دي بتديني زاوية اكبر من صفر واقل من 90 درجة، يعني بتعتبر زاوية حادة. عندنا بنطلع من العلاقة دي حاجتين مهمين، شرط توازن مستويين وشرط تعامد مستويين. عشان المستويين يكونوا متوازيين، اما بيكون متجه العمودي للمستوى الاول اللي هو نون واحد في المتجه نون اتنين اللي هو المتجه العمودي للمستوى نون اتنين، او بنجيب العلاقة اللي هي بين المتجهات، يعني بنقول الف واحد على الف اتنين بيساوي به واحد على به اتنين بيساوي جيم واحد على جيم اتنين. لو اتحققت النسبة دي يعني يبقى معنى كده المستويين مالهم متوازيين. طيب، شرط تعامد مستويين، عشان يكونوا المستويين متعامدين بضرب ضرب قياسي حاصل ضرب المتجه العمودي الاول اللي هو نون واحد في المتجه العمودي اللي هو نون اتنين بتاع المستوى التاني، والله لو طلع صفر يبقى معنى كده ان المتجهين متعامدين. بعد كده بنجيب حاجة مهمة قوي بطلبها، اللي هو عايز طول العمود الساقط او النازل من نقطة على مستوى. طول العمود الساقط من نقطة على مستوى، هنا ليه صورتين طول العمود؟ والله ممكن اجيبه بالصورة المتجهة وممكن اجيبه بالصورة الاحداثية. لو بالصورة المتجهة هيبقى لم بيساوي المتجه بها الف ضرب قياسي في المتجه بتاع المستوى على معيار المتجه بتاع المستوى. لكن لو بالصورة الإحداثية بحط معادلة المستوى جوه مقياس، يعني ألف سين زائد به ص زائد جيم عين زائد دال على الجذر التربيعي للمعاملات بتاعتها، يعني ألف تربيع زائد به تربيع زائد جيم تربيع، ودي بتكون الصورة الإحداثية. كل الفقرات اللي اتكلمنا عليها هنستعرضها مع بعض من مجموعة من الأمثلة والتمارين اللي هتدعم الفقرات اللي احنا قلنا عليها. عشان كده بنقول خليكم معانا وما تروحوش بعيد، ويلا نبتدي. عشان نحدد او نعين معادلة المستوى بصورة مبدئية في الفراغ، لازم يكون عندي التلات عناصر دول. لازم يكون عندي نقطة يمر بها المستوى احداثياتها بتبقى سين واحد وصاد واحد وعين واحد،
وكمان بيبقى عندي متجه عمودي على المستوى من المظلب الرمز من ده كده احداثياته ألف وب وجيم، وكمان في نقطة بتبقى أصلا موجودة على المستوى احداثياتها سين وصاد وعين، ودي بيبقى لها متجه موضع بالنسبة لنقطة الأصل. في الحالة دي نقدر نقول إن في عندنا حوالي أربع صور مختلفة لمعادلة المستوى في الفراغ. أول معادلة اسمها المعادلة المتجهة للمستوى في الفراغ، ومن مصدرها بالرمز كده المتجه نون ضرب قياسي في متجه الموضع اللي هو المتجه ليه بيساوي المتجه نون اللي هو اتفقنا عليه هو المتجه العمودي على المستوى في النقطة أو متجه النقطة اللي هي بتبقى بيمر بها المستوى. طيب نفك بقى المتجه نون ده أصلا قلنا بيتفك بإيه؟ بيتفك بالأحداثيات ألف وب و ج، والمتجه ر المتجه نون ده بيتفك بالأحداثيات ألف وب و ج، والمتجه ر بيتفك بالأحداثيات بتاعت اللي هي س وص و ع، والمتجه ا بيتفك بالأحداثيات س واحد وص واحد و ع واحد، بعتبر الأحداثيات دي بتبقى على موجودة على المحاور الأحداثية المتعامدة في المستوى اللي هم المحور س والمحور الص والمحور العين. تمام كده؟ طيب ممكن اطلع منها المعادله القياسيه، اطلع منها المعادله القياسيه بعد ما اضرب ضرب قياسي واخد عمل مشترك يديني المعادله القياسيه اللي هي بالصوره دي، ا مضروبه في س ناقص س واحد زائد ب مضروبه في فرق الصادات زائد ج مضروبه في فرق العينات. طيب في معادله ثانيه، ايوه في معادله ثانيه اسمها المعادله العامه لمعادله المستوى، بتبقى شكلها عامل ازاي؟ بتبقى عباره عن ا س زائد ب ص زائد ج ع، خلي بالكم س وص وع دي اللي هي النقطه ب اللي هي متجه موضعها المتجه ر، زائد د. ايه هي د؟ بعد ما ناخد عامل مشترك من هنا بلاقي د عباره عن سالب ا س واحد زائد ب ص واحد زائد ج ع واحد. طيب في معادله تانية، ايوه في معادله تانية، معادله المستوى لو قطع اجزاء من محاور الاحداثيات المتعامده اللي هو س وص وع، يبقى في الحاله دي لو قال في المساله عايز معادله المستوى اللي بيقطع الاجزاء الثلاثه من محاور الاحداثيات المتعامده في المستوى، بقول له يبقى المعادله اللي عندي عباره عن س على س واحد زائد ص على ص واحد زائد ع على ع واحد، وس واحد وص واحد وع واحد زي ما قلت هي الاجزاء المقطوعه من المحاور الاحداثيه الثلاثه. بعد كده هنتكلم على الزاويه بين مستويين. الزاويه بين مستويين بنجيبها عن طريق الداله جتا سيتا بتساوي مقياس حاصل ضرب المتجه العمودي بتاع المستوى الاول في المتجه العمودي بتاع المستوى الثاني على معيار المتجه العمودي للمستوى الاول في معيار المتجه العمودي للمستوى الثاني والمستوى الثاني، وبنلاحظ ان سيتا بتكون دايما زاويه ايه؟ زاويه حاده. العلاقة دي ممكن نطلع منها حاجتين، شرط توازي مستويين وشرط تعامد مستويين. لما اجي اتكلم على شرط توازي مستويين بيبقى ممكن يكون عندي العلاقة اللي هي لو انا ضربت ضرب اتجاهي المتجه العمودي الاول على المستوى الاول في المتجه العمودي على المستوى الثاني وطلع عندي الصفر او المتجه الصفري، او ساعات ممكن نقول كده المتجه نون ده المتجه العمودي بتاع المستوى الاول لو طلع بيساوي ثابت مقدار ثابت كاف في المتجه العمودي بتاع المستوى الثاني ده كده، يبقى معنى كده المتجهين المستويين يكون مالهم متوازيين. او ممكن نقول الف واحد على الف اتنين من لو فك ده يبقى بيساوي ب واحد على ب اتنين بيساوي ج واحد على ج اتنين، لو النسب دي التلاته طلعت بتساوي بعض كده في الاخر خالص يعني بتساوي عدد معين يبقى معنى كده ان المتجهين مالهم متوازيين. طيب شرط التعامد، لو انا ضربت المتجه العمودي بتاع المستوى الاول ضرب قياسي في المتجه العمودي بتاع المستوى الثاني وطلع صفر وطلع الناتج صفر يبقى كده المستويين مالهم المستويين متعامدين. اخر جزئيه من موضوع الدرس بتاع النهارده هو ايجاد طول العمود الساقط من نقطه على مستوى او طول العمود النازل من نقطه على مستوى، وده ليه صورتين، صوره متجهه وليه صوره احداثيه. الصوره المتجهه بتبقى عباره عن كده حاصل الضرب القياسي او اللي جوه المقياس المتجه به ألف ضرب قياسي في متجه العمود على المستوى على معيار المتجه العمود على المستوى. والله بالصورة القياسية بحط هنا كده كل ده اسمه معادلة المستوى جوه مقياس على الجذر التربيعي لمعاملات معادلة المستوى، يعني مربع الجذر التربيعي الألف تربيع زائد ب تربيع زائد ج تربيع.
طيب تعالوا نشوف بقى الموضوع بتاع النهاردة اللي هو معادلة المستوى في الفراغ من خلال أمثلة محلولة وتمارين محلولة على كل فقرة من الفقرات اللي احنا استعرضناها معا. المثال الأولاني بيقول الصور المختلفة لمعادلة المستوى المر بالثلاث نقاط دي هي كذا وكذا وكذا، يعني عايز يجيب ثلاث صور مختلفين لمعادلة المستوى المر بالنقط الثلاثة دول. طيب عشان نجيب معادلة المستوى يبقى لازم يتوفر عندي رقم واحد نقطة عليه اللي هي ألف واحد اللي هي ألف تعتبر مثلا سين واحد وصاد واحد وعين واحد، هنختار مثلا نقطة ألف دي كده هي النقطة اللي بيمر بيها المستوى. طب تمام، طب بعد كده هنسبة النقط ألف وب وجيم تعين مستوى، لأن هو بيقول لي إيه، عايزين نشوف أصلا الصور المختلفة لمعادلة المستوى ده. طب أنا عرفني إن الثلاث نقط دول مش بيقع على مستوى مستقيم واحد، لو بيقع على مستقيم واحد يبقى مش بيشكله مستوى او مش بيعينه مستوى، بيعينه خط مستقيم، لكن لو بيقع في ثلاث نقاط لا تقع على استقامة واحدة يبقى في الحالة دي بيعين ايه، بيعين مستوى. تعالوا نشوف الخطوات. الجزء الاولين اهو هنفرض ان نقطة الف اللي هي بيمر بها المستوى 1 3 و5، وبعدين هجيب المتجه الف ب يعني المتجه ب ناقص المتجه الف واشوف هيطلع بكام، وهجيب المتجه ألف جيم طبعا من هنا، وهجيب المتجه ألف جيم يبقى جيم ناقص ألف وهشوف كمان بيطلع بكام. تمام كده، لو قسمت الأحداث الأول على الأحداث الأول والأحداث الثاني على الأحداث الثاني والأحداث الثالث على الأحداث الثالث وطلعوا مش بيساووا بعض، يبقى معنى كده إن الثلاث نقاط دول لا تقع على استقامة واحدة أو هيبقى المستويين أو هما إيه مش متوازيين. تمام كده، انا كده ثبتت ان الثلاث نقط لا تقع على استقامه واحده، يعني كده في ايه، في مستوى موجود قدامي. جميل قوي. طيب ايه المطلوب مني بعد كده؟ الفقره الثانيه ان احنا نشوف المتجه العمودي على المستوى. هنفرض المتجه العمودي على المستوى، هنضرب ضرب اتجاهي، ضرب اتجاهي المتجه ا ب اللي انا محضره في المتجه ا ج، والضرب الاتجاهي كنا بنعمل علامه المحدد الثلاثي وبنحط متجهات الوحده الاساسيه فوق، وبعدين بنحط هنا كده المتجه ا ب احداثياته كام، سالب 2 وسالب 1 وسالب 4 بنحطه هنا كده، والمتجه ا ج بنحطه كده في الصف الثالث، وبنضرب بقى بنفك المحدد. بنفك المحدد برده ما ننساش ان هنا في قاعدة الإشارات، هنا موجب وهنا سالب وهنا إيه وهنا موجب، ونفك المحدد ده هيطلع عندي بعد الفك بالصورة دي. المتجه نون بيساوي 6 المتجه س ناقص 13 المتجه ص زائد المتجه إيه زائد المتجه إيه. طيب كده هنجيب له المعادلة المتجهة، لأن أنا كده وفرت عندي إيه دلوقتي النقطة اللي يمر بها المنحنى أهو اللي بيمر بها المستوى أهو، وعندي متجه العمودي عليه أهو، خلاص كده أقدر أكون إيه المستوى. طيب عايز كم صوره؟ قال لي عايز ثلاث صور. اقول له حلو، يبقى الصوره المتجهه بتساوي هحط الصوره المتجهه قدامي واعوض بكل اللي موجود عندي. المتجه ر انا مجهز، المتجه نون انا مجهزه اهو، المتجه ر اللي هو متجه الموضع النقطه بالنسبه للب اللي هو النقطه ب اللي هي المتجه ر بيساوي المتجه العمودي مضروب في المتجه ا اللي انا جايبه من فوق من هنا. هضرب ضرب قياسي هنا، 6 في 1 زائد سالب 13 في 3 زائد 1 في 5 هيطلع عندي بسالب ايه؟ بسالب 28، وكده تبقى دي الصوره المتجهه لمعادله المستوى. طب في صوره تانية؟ ايوه الصوره التانية هي الصوره القياسيه. الصوره القياسيه كنا بنقول عليها اللي هي ا في س ناقص س 1، فين س 1؟ س 1 بنجيبها من المتجه ا اللي هو من هنا كده، ا ناقص س 1 ناقص ب اللي هي تعتبر ب اللي هي بتعتبر منين؟ من المتجه، يعني الستة دي كده بنجيبها من هنا، وده يعتبر ايه؟ وده يعتبر س 1 ناقص 13، 13 اهي من المتجه ن ناقص 13 في ص ناقص ص 1، ص 1 طبعا هنجيبها من هنا اللي هي تعتبر بكام؟ تعتبر ب 3، زائد هنا برضو هنجيب من عين، عين هنا قدامها 1 هنحط هنا الواحد اللي هو التعويض دون عين اللي هي دي، في عين ناقص عين واحد، عين واحد تعتبر بكام؟ تعتبر بخمسة، وتبقى دي كده الصورة الايه؟ الصورة القياسية. طيب نجيب منها الصورة الاحداثية، نجيب منها الصورة اللي هي العامة. الصورة العامة بتساوي ايه؟ بتساوي ألف سين زائد ب ص زائد جيم عين زائد د. والله ألف بقى خلاص عرفنا بنجيبها ازاي، ممكن تبقى عاملة كده 6 سين ناقص 13 عين زائد ناقص 13 ص زائد عين زائد 28، طبعا 28 دي لما تخش جوه تبقى بالايه بالموجب، يبقى زائد 28 بتساوي صفر، وكده نجيب الثلاث ايه الثلاث معادلات. ما
مثال 2، إذا قطع المستوى 8 س زائد 2 س زائد 4 ع بيساوي 8، محاور الأحداثيات. يبقى هنا بيتكلم على إيه؟ عايز يجيب معادلة المستوى بدلالة الأجزاء المحصور المقطوعة من محاور الأحداثيات، اللي هي بتقول س على س 1 زائد ص على ص 1 زائد ع على ع 1 بتساوي 1. طيب معنى كده إن هنا لازم يكون في كام؟ لازم يكون هنا في 1، فبقسم هنا على 8 وبقسم هنا على 8 وبقسم هنا على 8 وبقسم هنا على 8. انا بقسم على 8 مش عشان 8 اللي قدام السين موجوده، لا، انا بقسم هنا عشان لازم هنا الناتج يكون كام؟ يكون 1. كده حطيت ايه؟ الصوره العامه لمعادله المستوى بدلاله الاجزاء المقطوعه من محاور الايه؟ الاحداثيات. يعني الجزء المقطوع من محور السينات من المستوى اللي هو عندي ده قدره كام؟ 1. الجزء المقطوع من محور الصادات بالمستوى اللي عندي ده قدره كام؟ 4. الجزء المقطوع من محور العينات من المستوى اللي عندي قدره كام؟ قدره 2. تمام. طيب يبقى معنى كده ان المستوى بيقطع محور السينات في النقط كام وكام؟ يبقى النقط 1 و0 و0. طب محور الصادات في النقطه كام وكام؟ 0 و4 و0. طب محور العينات في النقطه كام وكام؟ 0 و0 وعين. يبقى دي كده احداثيات النقط المقطوعه من المستوى بدلاله الثلاث نقط اللي احنا شايفينهم قدامنا دول. طيب انت عايز بقى ايه؟ عايز مساحه سطح المثلث ا ب ج بيساوي كام وحده مربعه؟ طب انا عندي فين المثلث ا ب ج؟ اذا كنت انا جبت هنا رؤوس المثلث اهي ا وب وج، والمطلوب مني ان انا اجيب ايه؟ اجيب مساحه المثلث ا ب ج. اقول له طيب ماشي، ما هو المستوى لما قطع محاور الاحداثيات هنا كده قطعهم في ا وب وج، تمام كده؟ طيب لو انا خدت المتجه ا ب والمتجه ا ج ده كده، مش الضلعان اللي هما في المثلث يعتبر ا ب و ا ج يعتبروا ضلعين متجاورين فيه؟ تمام. طيب لما يكونوا ضلعين متجاورين في مثلث، يبقى التمثيل الهندسي فيه او التعبير الهندسي عباره عن ايه؟ عباره عن معيار حاصل ضرب المتجه ا ب في المتجه ا ج بيساوي ضعف مساحه المثلث اللي هو ا ب ج. ضعف مساحه المثلث ا ب ج، اخذنا الكلام ده كله في الضرب الاتجاهي، عشان كده انا ما عنديش قاعده تديني مساحه المثلث باي طريقه تانية. طيب يبقى معنى كده ان انا هوفر لنفسي المتجه ا ب والمتجه ا ج ويكون لهم ايه؟ نقطه بدء مشتركه. ليه؟ عشان اطبق التفسير الهندسي. من هنا التفسير الهندسي بيقول لازم يكونوا دول ضلعين متجاورين، ضلعين متجاورين. خلاص معنى كده ان انا جبت الضلعين المتجاورين دول، يعني معنى كده ان انا ممكن اقول له ايه؟ يبقى التفسير الهندسي عباره عن معيار المعيار ده كده، معيار حاصل الضرب الاتجاهي للمتجه ا في المتجه ب بيساوي ضعف مساحه المثلث. هنقسم على الاثنين، يبقى كده بجيب ايه؟ 2.5 في المعيار بتاع المتجه ا ب في معيار المتجه ا ب، يبقى نص في. برضو نفس الحكايه، ادي المحدد عندي واحط الاحداثيات المتعامده في المستوى، وبعد كده احط ايه؟ هنا ا ب. فين ا ب؟ ادي ا ب احطه في الصف الثاني، وادي ا ج احطه في الصف الايه؟ الصف الثالث. وبعدين احط قاعده الاشارات عندي وافك المحدد، هيديني المحدد بالشكل ده مضروب في الايه؟ مضروب في النص. هقسم على الاثنين هنا وهنا وهنا، يبقى مساحه المثلث عباره عن المتجه 4 س زائد ص زائد 2 ع. طبعا مساحه المثلث يبقى هيكون لها معيار اللي هو المعيار اللي اتفقنا عليه فوق دول، يبقى المساحه دي عايز بالوحده المربعه، يبقى بيساوي الجذر التربيعي مربع السينات زائد مربع اللي قدام الصاد اللي هو 1 زائد مربع اللي قدام العين اللي هو 2، يطلع جذر 21 وحده مربعه. الجزء من الدرس ده اللي بيتكلم على قياس الزاويه بين المستويين. احنا قلنا قبل كده ان قياس الزاويه بين المستويين بنقول عليه ان هو جتا سيتا بتساوي شرطة كسر حاصل ضرب المتجه العمودي بتاع المستوى الاول والمتجه العمودي بتاع المستوى الثاني جوه مقياس على معيار. برضو نفس الحكايه، المتجه العمودي للمستوى الاول في المتجه العمودي للمستوى الثاني، والزاويه عندي بتطلع بالقياس الايه؟ بالقياس طبعا هنا موجبه، يعني بتطلع زاويه ايه؟ زاويه حد. يبقى معنى كده لازم اطلع ايه؟ لازم اطلع عندي
المتجهات العمودية. هقول لي ماشي، انت هنا مدين المتجه معادلة المستوى بالصورة الايه؟ بالصورة المتجه، يبقى ده كله يعتبر ايه؟ ده كله يعتبر كده المتجه العمودي اللي هو نون واحد، تمام. طيب في هنا، هنا ألف بكام؟ ألف بواحد، وسين بك وصاد بكام؟ صاد بصفر، وعين بكام؟ وعين بواحد. يعني أعرف أطلع المتجه العمودي بتاع المستوى الثاني، أيوة المتجه العمودي بتاع المستوى الثاني، يبقى هيساوي واحد وصفر وواحد. خلاص طلعت نون واحد ونون اثنين وبقوا موجودين عندي، أقدر استعمل إيه؟ القاعدة اللي بتديني قياس الزاوية بين مستويين. يبقى معنى كده قياس الزاوية بين المستويين، نطبق في القاعدة ونبتدي نحط بقى هنا كده نون واحد جوه المقياس، ونحط هنا نون اتنين جوه المقياس، وبعدين نجيب معيار نون واحد، وبعدين نجيب معيار ايه؟ معيار نون اتنين، ونبتدي عملية تعويض مباشر. خلاص لغاية كده الشغل كويس. بس هنا بيقول لي بقى ايه؟ انا مش عايز الزاوية، انا مدي لك الزاوية بين المستويين 45 درجة. يبقى معنى كده ان سيتا هنا هتساوي كام؟ هتساوي 45 درجة. يعني كأني بجيب جتا 45 درجة اللي هي بتساوي 1 على جذر 2. نبتدي عملية التعويض المباشر زي ما قلنا، ونضرب بين ضرب قياسي، بضرب الأحداث الأول في السيني في السيني، والصاد في الصادي، والعيني في العيني، واجمعهم مع بعض يديني المقياس اللي احنا شايفينه كاف زائد 3، تمام. على الجذر التربيعي معيار نون واحد اللي هي 9 زائد 36 زائد كاف تربيع، وهنا مع الجذر التربيعي 1 زائد 0 زائد كام؟ 1. كاف تربيع زائد 45، وهنا 1 زائد 1 يديني كام؟ جذر 2. هنفك الجتا 45، الجتا 45 بكام؟ بواحد على جذر 2. ليه؟ عشان الجذر 2 ده يروح مع الجذر 2 ده، يتفضل المقياس اللي هو كاف زائد 3 على الجذر التربيعي ل 45 زائد كاف تربيع. نضرب ضرب تبادلي تدينا الصورة دي، يبقى الجذر التربيع ل 45 زائد كاف تربيع بتساوي كام؟ 3 زائد كاف. انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز اجيب قيمة كاف من هنا، عايز اجيب قيمة كاف من هنا او من هنا. طب العلاقة الرياضية دي او المتساوية الرياضية دي افكها ازاي؟ هقول له بتربيع الطرفين عشان الجذر ده يروح، يبقى 45 زائد كاف تربيع بتساوي، افك بقى اللي جوه ده بفرق بمجموع المربعين، يعني هيبقى قوس كل تربيع، يبقى 9 زائد 6 كاف زائد كاف تربيع. هلاقي هنا الكاف تربيع تروح مع الكاف تربيع، وال45 تروح مع ال9، يبقى فيها كام؟ 36 لما تروح هناك تطرح بيهم. يبقى 6 بتساوي 36، يبقى هقسم على 6، يبقى كاف تطلع بكام؟ كاف تطلع ب6. طيب مثال 4 بيقول إذا كان المستويين التاليان متوازيين، 3 س زائد ك ص زائد 5 ع بيساوي 4 زائد 6 4، و6 زائد ايه ل ع بتساوي 7، عايز قيمة كل من لام وك. والله أنا ممكن عندي شروط التوازي بيقول كده، لو عندي المتجه العمود على المتجه المستوى الأول بيساوي مقدار ثابت، مقدار ثابت في المتجه العمودي على المستوى الثاني. بس امتى تطبق القاعده دي؟ لو كان المتجه العمودي احداثياته كلها معلومه، والمتجه الثاني احداثياته كلها معلومه، عشان اقدر اخد عمل مشترك اللي هو كاف. لو اتحققت الشرط ده يبقى المستويين متوازيين. بس هنا ضايقني، جايب لي ايه؟ جايب لي رموز، مش هينفع استخدم ايه العلاقه دي. امال استخدم العلاقه ان هي العلاقه بتاعتنا الثانيه اللي هي لازم اجيب المتجه الاول والمتجه الثاني، واجيب من المتجه الاول الف واحد وب واحد وجيم واحد، واجيب من المتجه الثاني ب الف و الف 2 وب 2 وجيم 2، واقسم كل واحد على حده واشوف لو طلعت النسبه متساويه يبقى كده المتجهين ايه؟ متوازيين. هنا قال لي المتجهين اصلا متوازيين، يبقى انا كده وكده هسويهم ببعض. يبقى كل اللي عليا ان انا اجيب من هنا المتجه العمودي للمستوى الاول، هيبقى هنا 3 وكاف و5، 3 وكاف وهنا في 5. طيب المتجه العمودي بتاع المستوى الثاني هيبقى 6 و0 ولام، لان هنا مفيش الصاد. خلاص يبقى معنى كده ان انا هعمل ايه؟ دي اسمها ايه؟ دي اسمها الف واحد، وهنا اسمها ايه؟ اسمها الف اتنين، وهكذا مع الب والب ومع الجيم ومع الجيم. نقسم بقى ونطبق القاعده بتاعتنا. ادي القاعده بتاعتنا اهو، بنقول يتوازي المستويين اذا كان هو اصلا معترف ان هم متوازيين. خلاص يبقى هحط النسب اللي هي موجوده عندي.
يبقى 3 على 6 بيساوي كاف على 0 بيساوي 5 على لام. سهلة قوي بالنسبة المعلومة فوق وتحت، هي مفتاح الحل. يبقى كاف لما اضرب ضرب تبادلي 0 في 3 ب 0 على 6 تدينا 0. طب عايز اجيب لام، يبقى لام بتساوي 6 في 5 على 3، يبقى تديني 30 على 3 يطلع بكام؟ يطلع ب 10. طيب نعمل عملية مقارنة ونشوف التمرين رقم 5 مطلوب مني ايه. التمرين رقم 5 مطلوب مني اذا كان نفس التمرين بس المستويين مالهم متعامدين، عايز يجيب قيمة ايه؟ قيمة كاف. تمام كده؟ طيب عشان اجيب قيمة كاف هقول له شرط التعامل بتاع المستويين دول برضو نفس الحكاية، لازم هجيب المتجه العمودي على المستوى الاول والمتجه العمودي على المستوى الثاني، وهنا بقى اضربهم ضرب قياسي. لو طلعت الناتج بيساوي صفر يبقى معنى كده المتجهين متعامدين، ولكن هو هنا معترف ان المتجهين متعامدين، يبقى هجيبهم واضربهم في بعض واصلهم بصفر واجيب المجهول، ويبقى كده خلص التمرين. يبقى كده متجه العمود على المستوى الاول اللي هو 3 وسالب 4 و2، المتجه العمودي على المستوى الثاني اللي هو 3 و4 وسالب كاف. خلاص كده ماشي. نحط الشرط بتاع التعامد. الشرط بتاع التعامد هضرب ضرب قياسي المتجه العمودي الاول في المتجه العمودي الثاني واساويه بالصفر. طيب نحطهم بعد كده ونضرب ضرب قياسي. يلا 3 في 3 ب 9 زائد سالب 4 في سالب 4 بسالب 16 زائد 2 في سالب كاف بسالب 2 كاف. واضح ان هنا هيبقى فيه كام؟ سالب 7 بالسالب، هتروح هناك بالموجب، يبقى سالب 2 كاف بتساوي سالب 7 اقسم على 2، يبقى كاف بتساوي كام؟ سالب 7 على 2. والطريقه دي بتاعت المقارنات بطريقه مهمه ومفيده للطلبه. نشوف فكره ثانيه، بيقول المستويان اللي عندي دول متقاطعان ولا متوازيان؟ ولو كانوا متقاطعان يبقى هيتقاطعوا فين؟ من معلوماتنا القديمة ان اي مستويين يتقاطعوا فين؟ يتقاطعوا في خط مستقيم. يبقى هنا عايز يجيب ايه؟ عايز يجيب معادلة خط مستقيم. بس قبل ما اجيب معادلة خط مستقيم انا مش عارف اذا كان المستويين دول متقاطعين او متوازيين، لان لو متوازيين يبقى هيبقوا مش متقاطعين، لو متقاطعين هبقى لازم هجيب ايه معادلة المستقيم اللي هو عايزه. طيب نطبق شرط التوازي عشان نشوف. والله هنا النون بتاع المتجه الاولاني عبارة عن هنا واحد وهنا واحد وهنا اتنين، ونون اتنين عبارة عن اتنين وواحد وسالب واحد. نقسم المعاملات، يعني هنقسم هنا واحد على الاتنين وهنا واحد على الواحد، وهنقسم هنا اتنين هنا اتنين على سالب واحد ونشوف الناتج يطلع بكام. واضح هنا ان النسب مش هتكون متساوية، يبقى كده المستويين دول اصلا مش متوازيين، وطالما هم مش متوازيين يبقوا مالهم؟ يبقوا متقاطعين. تمام كده؟ طيب عايز يجيب ايه؟ عايز يجيب معادلة المستقيم اللي بيمر بالمستوى الاول والمستوى الثاني في نفس الوقت، لان المستقيم ده هو اللي بيمثل ايه؟ هو اللي بيمثل التقاطع بين المستويين. واضح ان هنا عندي معادله وهنا عندي معادله في ثلاث مجاهيل وفي ثلاث مجاهيل. طب ما انا احلهم مع بعض عشان اجيب المجاهيل دي، يبقى كده جبت ايه؟ يبقى جبت الاحداثيات بتاع المستوى. تمام. طيب نشوف كده، يبقى هنقول هنا معادله المستويين، يبقى هنا ادي المستوى الاول وادي المستوى الثاني نحلهم مع بعض. يعني هنا احنا لو طرحنا، يعني هنا حطينا الإشارة بالسالب وحطينا الإشارة هنا بالسالب وحطينا الإشارة هنا بالسالب وحطينا الإشارة هنا بالسالب، يبقى 2 س ناقص س تديني س، الصادات راحت مع بعض. وبعدين سالب عين وكمان سالب عين يبقى سالب 3 عين، السالب في السالب تبقى موجب، وعشان دي كده تروح مع دي يديني ايه؟ س بتساوي كام؟ 3 عين. ونخلي المعادلة دي يعني على جنب. هنكرر نفس الحكاية مع المستويين أو المعادلتين اللي احنا بنشتغل عليهم، وبعدين نطرح بحيث مجهولين تانيين جداد يديني نفس القيمة. ايه المجهولين؟ هنقول له هنا برضو هنغير الإشارات، أو هنضرب هنا في 2. لما اضرب هنا في 2 هتبقى دي كام؟ هتبقى دي 4. واضرب هنا في 2 هتبقى 2، واضرب هنا في 2 هتبقى سالب 2، واضرب هنا في 2 هتبقى كام؟ سالب 2. بعد ما ضربت في سالب 2 ليه؟ عشان اطير العين مع العين. يبقى 4 و1 يبقى هنا في 5، و2 و1 يبقى هنا في 3، وسالب 2 وكمان سالب 1 يبقى سالب كام؟ سالب 3. واجيب منها قيمه س، يعني 5 س هتساوي سالب 3 سالب 3 ص، وبعدين اقسم على 5 تبقى س بتساوي كام؟ سالب 3 ص ناقص 5 على ال2.
هنا جبت السين وهنا جبت السين، جميل، يبقى في هنا عندي معادله ثلاثيه، السين هتساوي كام؟ سالب 3 ص على ناقص 3 على 5، والسين كمان بتساوي كام؟ 3 ع، احطها بالشكل ده. خلاص كده، يبقى دي تعتبر ايه؟ معادله خط تقاطع المستويين. معادله خط تقاطع المستويين فين؟ في الاحداثيات المتعامده في المستوى في النظام الثلاثي الابعاد. مثال 7 بيقول عايز طول العمود المرسوم من النقطة دي على المستوى الذي معادلته، ومديني المعادلة بتاع المستوى دي يساوي كام وحدة. طيب طول العمود واضح للنقطة دي، يعني المستوى لو عامل كده ده المستوى مش كده، وده المتجه بتاعه، المتجه نون اللي هو متجه عمودي على المستوى. المطلوب في نقطة هنا بره كده اسمها ألف، النقطة دي اللي هي تعتبر كام؟ 3 و5 و1. طيب النقطة 3 و5 و1 دي احداثياتها بتبقى شكلها عامل ازاي؟ بتبقى عبارة عن سين 1 وصاد 1 وعين 1. طب جميل قوي. طب المتجه نون، المتجه نون اصلا اللي هو المتجه ده اللي هو يعتبر كام وكام؟ اللي هو يعتبر 1 و2 و-1. رموزه بتبقى عامله ازاي؟ الف وب وجيم. تمام. طيب الصوره دي اسمها صوره ايه؟ متجهه. اقدر احولها لصوره احداثيه او صوره قياسيه او صوره عامه. اقدر احولها لصوره عامه عشان اجيب ايه؟ طول العمود النازل اللي هو العمود ده اللي هو لام نازل عمود على المستوى، يعني هنا في كده زاويه ايه؟ زاويه قائمه. يبقى لام بيساوي، واجيب بقى ايه الصوره الاحداثيه من هنا اسهل لي، يعني احول دي صوره احداثيه افك دي طبعا بسين وصاد وعين واضربهم ضرب قياسي، هتبقى الصوره العامه هتبقى بالشكل ده. هفك المتجه ر، المتجه ر احنا اتفقنا ده اللي هو المتجه الموضع س وص و ع، في النقطه اللي هو مداني اللي هو 1 و2 و3 هو المتجه ضرب قياسي بيساوي 2، هضرب السين في الواحد يبقى س زائد 2 ص سالب ع بتساوي ايه؟ 2. ودي المعادله العامه للمستوى او معادله المستوى. ليه؟ عشان سهل بقى، المعادله موجوده عندي والنقطه موجوده عندي هنا كده، سهل ان انا اجيب ايه؟ لام. يبقى طول العمود لام بيساوي مقياس المعادله دي بالكامل هتنزل هنا على الجذر التربيعي، هربع اللي قدام السين وربع اللي قدام الصاد وربع اللي قدام العين، يعني لما اجي اعوض هعمل كده مش هتعب فيها، المعادله دي هتنزل بالكامل هنا من غير ما اغير اي حاجه. ماشي كده، اللي هي تعتبر سين 1 زائد 2 صاد 1، هنا في 2 زائد 2 صاد 1 ناقص عين 1 ناقص 2. تمام كده. وبعدين نبتدي بقى عمليه الايه؟ التعويض. فين سين 1 وفين صاد 1 وفين عين 1؟ دول احداثيات النقطه اللي هي فوق دي كده، يبقى احطها هنا كده، هنا سين 1 وهنا صاد 1 وهنا عين 1. يعني سين 1 هنشتغلها ونكتب مكانها كام؟ هنكتب مكانها 3. 2 مضروبه في صاد 1 بكام؟ ب 5، يبقى 2 في 5. ناقص عين 1 بكام؟ عين 1 ب 1. ناقص 2 دي اللي هي تعتبر ايه؟ اللي هي تعتبر د. تمام كده. لان خلي بالك احنا بنقول ان د اصلا د بتساوي سالب القوس اللي احنا اتفقنا عليه، يبقى معنى كده ان سالب د دي بتساوي كام؟ بتساوي سالب 2. تمام. يعني لما اضربها في السالب يبقى د بتساوي كام؟ سالب 2، او تخش جوه هنا بسالب 2. ماشي، على الجذر التربيعي يلا، اللي قدام السين بكام؟ بواحد، واللي قدام الصاد بكام؟ 2، واللي قدام العين بكام؟ بسالب 1. يبقى ده الجذر التربيعي على مربع المعاملات. يبقى هنا في 3 زائد 2 ناقص 1 ناقص 2، هنشتري السين ونحط كام؟ نحط 3 اللي هي 3 دي، يلا 2 في 5 ب 10، وهنا سالب 1 سالب 2 يبقوا كام؟ سالب 3. سالب 3 تروح مع سالب موجب 3، 2 في 5 بكام؟ ب 10 جوه المقياس، تخرج ب 10 على جذر 6. هعملها بالآلة الحاسبة، يطلع عندي طول العمود بيساوي 4.1 وحدة طول تقريبا. مثال 8 بيقول كرة مركزها ميم، احداثياتها 2 وسالب 1 و2، طول نصف قطرها 3 وحدة طول، موضوع على مستوى اللي هو المستوى اللي هو مدهوني ده، فإن قيمة كاف تساوي كام؟
والله انا لو عندي الكره بالشكل ده كلمه موضوع على المستوى يعني بتمس الايه، بتمس المستوى، بتمس المستوى فين؟ في نقطه، النقطه دي على ايه؟ على خط مستقيم، يعني وليكن هنا كده المستوى، تمام. طب النقطه دي بتمس المستقيم ده، يعني اللي نازل ده من المركز ده اسمه ايه؟ اسمه نصف القطر. طب نصف القطر بيبقى ايه؟ طالما هي بنقطع بتمس عليه يبقى هنا نصف القطر يبقى عمودي. يبقى ايه يعني ايه عمودي نصف القطر؟ يعني ده يعتبر ايه؟ طول العمود الساقط من المركز، من المركز على ايه؟ على الدايره. المركز احداثاته كام وكام؟ 2 وسالب 1 وسالب 2. خلاص كده احنا فسرنا الايه المساله، بس خلاص يعني هو يعتبر عايز ايه؟ طول العمود. طب طول العمود اصلا هو بيساوي هنا ايه؟ بيساوي نق. طب نق مدهاني، نق كمان مدهاني. طب عايز ايه؟ عايز مجهول في معادله الدايره، معادله المستوى. نفس الفكره بتاع المره اللي فاتت هنشتغل عليها. انا عندي النقطه اعرف اجيب المتجه، اعرف اجيب المتجه اللي هو المتجه نون هيساوي اللي هو ايه؟ متجه العمودي على المستوى. المتجه نون ده المتجه العمودي على المستوى اللي احداثياته كام وكام؟ 2 و6 وسالب 3. خلاص وطبق القاعده اللي عندي او طبق القانون بتاعي. القانون بيقول ايه؟ اديني جهزت اهو اللي هو المركز اللي هو يعتبر نقطه خارج المستوى اللي هينزل منها العمود الساقط على المستوى. العمود الساقط على المستوى طوله بيساوي طول نصف قطر الكره. طيب معادله المستوى، ادي معادله المستوى عشان اطلع منها متجه اتجاه المستوى. طب هنا في ايه؟ فينا هنا في نصف القطر. خلاص انا مش محتاج بقى ان انا اشتغل بالمتجهات، بس انا بقول هنا كمفهوم لحل التمرين. خلاص هطبق القاعده بتاعتي. القاعده بتاعتي بتقول ايه؟ لام اللي هي تعتبر طول نصف القطر بيساوي، قلنا بحط معادلة المستوى زي ما هي كده جوه المقياسين او بين المقياسين، تنزل هنا بين المقياسين. دي الخطوة الاولى. طب الخطوة التانية اشتال السين وحط مكانها كام؟ 2. واشتال الصاد، احط صاد 1 وحط مكانها كام؟ سالب 1. واشتال العين 1 وحط مكانها كام؟ سالب 2. بقى بالشكل ده 2 في 2 زائد 6 في صاد 1 بسالب 1 ناقص 3 عين 1 بكام؟ بسالب 2. زائد كاف تظل معايا لانها مجهول على الجذر التربيعي للمعاملات، معامل السين 1 ومعامل الصاد 1 ومعامل العين 1 اربع كل منهم. 4 زائد 36 تبقى 40، 40 زائد 9 يبقى كام؟ جذر 49. هخلص دي، هنا في كام؟ سالب 6، وهنا في كمان كام؟ سالب 6، يبقى سالب 12، وهنا في 4 يديني كام؟ يديني هنا الناتج هنا في موجب 6، هنا في موجب 6، فالموجب 6 تروح مع سالب 6 تعتبر كاف زائد كام؟ كاف زائد 4. هنا مديني طول نصف القطر اللي هو البعد العمودي اللي هو طول العمود بكام؟ ب 3. هنا خلاص ال 3 هي، يبقى هضرب ضرب تبادلي. 3 في 7 هتساوي مقياس كاف زائد 4. احنا خدنا قبل كده ان المقياس بيتفك بكمتين، اما كاف زائد 4 بتساوي لما ضربت 3 في 7 ب 21، يبقى هنا هيبقى عنده قيمتين، موجب 21 وسالب 21. والله عايز اجيب قيمه الكاف من هنا، يبقى ال 4 هتروح هناك باشاره مختلفه تديني كام؟ 17. عايز اجيب قيمه الكاف من هنا، يبقى ال 4 هتروح هناك باشاره سالبه، يبقى 4 وسالب 1 يبقى يديني كام؟ سالب 25. يبقى كاف طلع لها كام قيمه؟ طلع لها قيمتين اللي هو 17 وسالب 25. وبكده أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة نكون انتهينا من درس اليوم من مادة الرياضيات، وخدنا منه فرع الهندسة الفراغية، وكلمنا على القوانين بتاعة الدرس. ما تنسوش تحت الفيديو هتلاقوا فيه ثلاث لينكات، اللينك الأول بيتكلم على شيت أسئلة، اللينك الثاني بيتكلم على شيت إجابة، اللينك الثالث بيتكلم على اختبار تفاعلي على نظام جديد لامتحانات الثانوية العامة. يعني الاختبار هيكون ليه وقت محدد للإجابة، الاختبار هيصحح إلكتروني، في نهاية الاختبار هتلاقي الدرجة موجودة عندك عشان تقدر تقيم مدى فهمك واستيعابك لموضوع الدرس. وإلى اللقاء مع درس آخر.